ليا كثير من الصبايا والشباب حرفيين وموهوبين بكثير مجالات، عم يعملوا شيء كثير حلو بكل قطعة وبكل تفصيل. المزاييك، النحاسيات والشرقيات والتطريز والخشبيات والرسم والرسم على الزجاج والحرق على الخشب وغيره وغيره وكثير من الاشياء. معنا اليوم السيده رشا كشيك يلي اتقنت بعض هي الصناعات وشكلت منها بيت بيشبه بيت الشام القديمه ليكون مكان بيقدم كل شيء اعمال يدويه ومميزه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يا رب اهلا فيكي. مثل ما تفضلتي وحكيتي صباح الخير. نحن بدينا من سنتين تقريبا بهالفكره، حبينا نعمل مكان بيشبه الشام بروح وبتفاصيله، اعتمدنا على الخشب كثير بكل تفاصيلنا كديكور كمان اغلب القطع اللي عم نشتغل فيها بيدخل فيها الخشب. حاولنا نجمع اغلب الحرف والمهن الموجوده بالشام لنتعرف، خلي العالم ترجع تتعرف على التراث الموجود من جديد. اغلب الحرف فيها موزيك، فيها خشب، فيها رسم. نعم. اغلب اشغال يدويه موجوده عندنا. رشا كثير اليوم معنا تفاصيل، لك خلينا نبلش نحكي عنهم. تفاصيل في دمج بين الخشب بين الورد بين شغلات موجوده اصلا عندنا بالبيت. يمكن هذا المشروع كثير مهم وخاصه بهذا الوقت لحتى انت تعملي اعاده تدوير لحتى تفيدي ديكور بيتك كمان تغيري نفسيتك بالالوان الحلوه. خلينا نبلش نحكي كيف نحن فينا نستخدم غراض عنا بالبيت، فينا نعمل منها ديكور حلو. طبعا مثل ما تفضلتي وحكيتي، يعني حاليا كلياتنا عم نمل انه من التكرار بالبيت، بدنا شيء تجديد وامكانيات حاليا انه عم نسعى للضروري اكثر. ففينا نستخدم اشياء موجوده بالبيت عندنا مثل العبوات الزجاجيه للمواد الغذائيه، اغلبها موجوده بكل بيت، احيانا كثير بنرميها ما بنستفاد منها، ففينا نستفاد منها كمقلمه مثلا حاليا للدراسه بما انه موسم فحوصات، نعمل جو حلو للطلاب. فينا نرفعها؟ مثل اكيد أوكي. مثل هيك شيء بينحط جواتها كمان شمعدان اناره، بينحط الاقلام والاغراض للطالب على مكتبه، ممكن هيك شمع كمان انه كاسه زجاج ممكن نعملها كمان بشكل كثير لذيذ وظريف، انه في اي ست فيها تعملها فينا نحن نعملها كمان. انت فيكي ببيتك انت مشان ما تكلفي ماديا تعملي القطعه بتاخذ منك وقت. وخلينا نحكي على الدفتر، كل حدا فينا عنده دفتر مميز وبيبقى معه يعني من هو صغير ليكبر. خلينا نحكي مثلا عن الدفتر وخصوصيه هالدفتر والفكره اللي خطرت ببالك وقت عملتي. هلا اغلبنا يعني بحب البن، بحب القهوه، بحب بيتعلق بهالقصص او في علاقه بين انك تكتبي وفنجان القهوه. اي تمام. فحبينا نعمل هالفكره، هي دفتر عادي ممكن يكون اي دفتر يعني موجود عندك بالبيت تستفادي منه، اي قماش موجود بالبيت مو شرط نتكلف كمان، انا بحب الخيش كشخصيا يعني، ففينا انه اي قماش موجود بالبيت نشكله نغلف فيه الدفتر بلاصق نحط عليه القماش ونزينه باي شيء بدنا اياه، مو شرط يعني فينا بالبن مثل ما عملنا هي الفكره، ممكن يكون دفتر للصور كمان نحط فيه ذكرياتنا ونكتب كمان شيء معين. قد اخذ منك وقت وليش خطر على بالك البن؟ هلا انا بحب البن كلون مع الخيش بيطلع كثير حلو مع القش وهالقصص، في عندنا هيك فكره كمان ممكن ندخل الورد مو شرط نتقيد بشيء معين. هذا ورد صناعي؟ ورد صناعي طبعا، ممكن نحط ورد طبيعي مجفف كهديه اجتنا مشان تضل ذكرى، ممكن مع ذكريات معينه نكتب جوات الدفتر، يعني بتضل فكره حلوه وذكرى حلوه. صحيح. كمان يا ويل عيوني كيف بتندهلي فيروز وصوره فيروز. خلينا نشوف هذا الصندوق، نفتحه فينا كمان نستفيد ونحط بقلبه كثير شغلات كمان. هون انت عملتيها ولا هي رسم جاهزة؟ لا كله رسم يدوي، الخشب نحن عم نفصله. تمام. نحن فريق كبير يعني في كل حدا متخصص، كل حدا في حدا بيرسم، في حدا بفصل الخشب، في حدا بيزين، في هيك كمان هذا حدا بيعمل كروشيه. تمام. يعني كل الشغل عم بيكون يدوي، عم نحاول قدر الامكان نضل الشغل فيه روح، في شغل نحن عم نشتغله غالي وبتحسي بيعطي قيمه اكثر للقطع، مثل هذا البوكس كمان مشكل بالبن، شغلته كثير لذيذه يعني، حتى جواته بن وفي طوق لاكسسوار كمان حبه بن للي بحب البن وهالفكره كثير مغلفه بالريزين. كمان رشا في هدول يمكن هن ممكن كانوا حلقات ضاعت فردتهم او شيء، يعني كلياته شغل. تمام. خلينا نحكي مثلا يلي حابب فكره معينه
مثلا انا اجيت لعندك قلت لك انا حابه هي الفكره، ممكن تنفذي اي فكره؟ وين طبعاً. ممكن تكون انت بصمتك يعني، ولا بصمتك لازم تكون موجوده بكل مكان، ولا كيف يعني بيجي لعندك شو ممكن تنصحي يعني؟ هلا اجمالا انا بحب بصمتي تكون بكل قطع يعني طبعاً. حتى انت اجيتي لعندي اعطيتيني فكره انت شو بتحبي، شو جاي على بالك كتقديم هديه او ديكور للبيت، باخذ بفكرتك ببدا فيها، بس انا بعمل لمساتي الخاصه. تمام. يمكن اللون الاصفر والاورانج هي بصمتك قديش يمكن طاغي، هو مع الخيش كمان هو اللون كثير بيطلع رايق، بيعطي حركه حلوه. خلينا نشوف جزع الشجره يلي شوي هيك لفت لي انتباهي، هو شيء بيتعلق على الباب. جزع الشجره ممكن على الباب، ممكن هو عاملينه كفكره للاكسسوار، انه مشان الاكسسوارات ما تتشربك مثل ما كلياتنا السيدات بنعاني من هالموضوع. ففينا انه بجزع شجره كثير بسيط نحط قطعه قماش يتعلق عليه الحلق، ممكن بهي هون ينحط الاكسسوار. فكرتها كثير بسيطه وشكلها حلو، بيعطي شيء من روح الطبيعه يعني، بيعطي زينه حلوه للبيت. فكرته مهضومه. حلو. فينا مثل العبوه اللي كمان. عندك كمان عبوه زجاجيه لمواد غذائيه، حطينا فيها جزع الشجرة مع شوية ورد وجواتها إنارة. الإكسسوار مكان مناسب. الإكسسوار أغلبه يدوي عنا كمان، أغلب القطع الموجودة كلها شغل إيد. احكي لنا عن آخر قطعة صممتيها، وشو يعني شو خطر على بالك وقت صممتيها، واختيارك سواء للقطعة ولا للألوان ولا لأي شيء عملتي فيها؟ لا حاليا عم نشتغل الدفاتر، هيك شيء كثير عم نحب هذا اللون، أنا بحبه وكتير هاي الزهرة كتير محبوبة من قبل أغلب الصبايا والشباب، عم نحاول قدر الإمكان ندخلها بأكثر القطع الموجودة. الكاسات كمان للعصير ممكن ببيتك تزينيها، ممكن لمناسبة، ممكن لعيد ميلاد، لخطبة، كمان كتير هدول فكرتهم جديدة وحلوة، عم نحاول ندخل إنه غير القصص الأبيض وهي ألوان جديدة. شو الجديد بالشمع؟ الشمع؟ هلا هي فكرتها. تمام. عفوا بس. هي الخشبة، هي كمان فكرتها كتير بسيطة، عبارة عن خشبة وكاسة بلور موجودة عنا، حاولنا نعملها بطريقة لذيذة ونستخدم الشمع انه بتعطي حركة كقاعدة للشمع، وظريفة فكرتها حلوة جديدة كتير. يعني حتى هون عم نشوف القنينة يلي طبعاً. هي معي كمان حطينا بقلبها هي ممكن يحط جواتها مي وورد طبيعي، يعني هي كمان عبوة لمواد غذائية، ما كبيناها كله بينعاز، ما تكبوا كله شيء. تماما يعني هون هي النقطة كلياته فينا نستخدمه ونكرره بالبيت ليكون زينة حلوة، يعني ما في شيء بينكب. هي النقطة اللي خلينا نحكي عنها، يمكن بلشنا حديثنا انه نحن هلا عم نجيب الشيء الضروري يعني بظل الغلا يلي عم نواكبه، ولكن في قصص هي موجودة بالبيت فينا نستفيد منها حتى ناخذها هدية لحتى نزين بيتنا فيها. يعني خلينا نحكي عن انتقاء المواد يلي هي رخيصة الثمن ويلي بتعيش أكثر. تمام. هن انت اخترتي القش، شو في شيء ثاني بضايق؟ اي مثلا قطعه موجوده، قطعه ثياب ممكن كجينزات. أوكي. اغلبنا الجينز عندنا بضل فتره، مثلا يا بنمل منه يا بنحاول انه نجدد فيه، يعني ممكن كقطعه جينز انا عندي اياها انه طرز عليها مثلا، او دخلها قطعه كروشيه، ممكن نفصلها انا على طريقتي اعملها جزدان ايد، او شيء انه كجيبه للحيط حط فيها اغراضي. الجينز ممكن يعملوا شورت كمان، بقصوا كمان بيعملوا شورت كمان. اي فكرته حلوه. جزدين كتعليقة جيب للحيط للمطبخ ينحط فيه اغراض، غرف النوم كمان نفس فكره الاقلام انه يتعبى هيك عبوات تتلف عليها الجينز اللي انت حاليا مو بحاجته، ممكن نستخدمه ونكرره بكثير اشياء. طبعا. يعني كان جينزات كبلوزه مزهره تطلع كثير حلوه على هيك اشياء. نعم. انتم كجروب كل حدا بيعمل شيء لحتى تكتمل اي قطعه عم تشتغلوا عليها، خلينا نحكي عن اهميه يمكن يكون في روح فريق لحتى تعطوا شويه افكار معنويات لبعض وتستمروا بعطاء الشغل. انتم كم حدا؟ لا مبدئيا انا بديت لحالي. أوكي. صرت اعطي الافكار الرئيسيه اللي انا بدي اياها، شوي شوي صرنا نكتر، صار عندي صبايا للاكسسواري، صار للرسم، للخشب، يعني كثير قصص. انا لحالي ممكن اعطي فكره، بس اللي مختص بالرسم ممكن يعطيني هو وجهه نظره، هو شو شايف القطعه بيطلع انسب له. الاكسسوار كمان انا ممكن اعطي تصميم معين، بس انه ما فيني انا اشوف كيف بدها تطلع جاهز، لتجي الصبيه اللي عم تشتغل بالاكسسوار تعطيني الاسلوب كيف يعني. حتى الاكسسوار هو كله يدوي طبعا، يعني الفريق اي حدا بيعطيكي فكره ممكن تكمل لك انت فكرتك على التنفيذ، بتفرق كثير. كان بلشتي قبل سنتين
كنتي لحالك وهلا صرتوا فريق عمل كامل، يعني خلينا نعرف شو هي رسالتك بهالحياة. هي رسالتي مبدئيا انا كثير بحب الشام، كثير بحب الحارات، عملت هالمشروع لعرف على الشام اكثر، جمعت كل شيء قطع موجوده بالشام واعمال اليدويه جمعناها بهالمكان لنعرف كمان الجيل الجديد على تراثنا، حتى ما يجي يوم وينسوا هاي الصناعات كموزاييك نحاسيات جلديات، كلياتنا قد ما كانت قطع قديمه بس كلياتنا عم نرجع نشوفها ونكررها. نعم. وعم نحتاجها ببيوتنا. صح. حتى القطع الانتيك، يعني هو محلنا انتيكا اسمه. فكلياتنا هي القطع عم نرجع نشتريها ونحطها ببيوتنا، او عندنا مثلا قطعه ما عم نفرط فيها صارت ثروه بالنسبه لنا، فكلياتنا بحاجه هي القطع. نعم اكيد. رشا، اليوم السوشيال ميديا صار منتشر بشكل كثير كبير، ودائما منحب نركز على الموضوع انه استخدامه بطريقه تسويقيه لقصص نحن بنعملها، حتى في كثير من السيدات عندهم موهبه ولكن ما باستطاعتهم انه يفتحوا محل. اليوم السوشيال ميديا يمكن قديش ساعدك، قديش صرتي فيكي تعرضي بضاعتك، فيكي تتواصلي مع ناس تقدمي لهم افكار، تقدمي لهم منتجات حتى بغير محافظات. اكيد طبعا، انا بديت محلي بالريف طبعا بحاجه اعلان، بحاجه دعايه، كانت الامكانيات شوي قليله، ما قدرتي انه اعمل هالاعلان الكبير، اعتمدت على الفيس وعلى الانستا، عملت صفحه الحمد لله كثير انرغب الشغل، صارت العالم تشوفها وتتابعني، صار في تفاعل دائم، صارت العالم حتى باوروبا عم تحكيني انه بدي هذه القطعه، يعني صار في كثير سوريين برا وعرب انه احنا بحاجه هاي القطعه بدك تشحني لنا اياها. بعد الامكانيات كثير قليله، ان شاء الله ونصير نشحن ونشتغل اكبر، بس كثير ساعدتني كمحافظات كمدينه انه صارت العالم تعرفني اكثر، صاروا يشوفوا القطع يحبوها، ممكن كمان ساعدهم بافكار من دون ما يجوا على المحل، انه انت عندك شيء معين اشتغلي انت ليلا تتكلفي، حابه تتعلم كمان في ممكن كثير صبايا عم يحكوني انه بدهم يتعلموا يشتغلوا هن ببيتهم، صرنا نساعدهم كثير، السوشيال ميديا بتساعد بهيك افكار. اكيد. شكرا لك، بنتمنى لك الك ولفريقك كل النجاح والتوفيق. شكراً. واكيد هيك من نجاح لنجاح اكبر، ونحن مثل ما قلنا فخورين بالشباب السوري وعطاء هذا الشباب السوري. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا كثير يا رجاء، موفقين وكثير حلو الشغل. خلي لي اياكي ان شاء الله هيك بنشوفك عالميا ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا.